محليا وفي مقر نادي الهلال وفي اجتماع هو الأول من نوعه. اليوم استضاف الهلال اجتماعا ضم 4 من رؤساء الأندية السعودية، حيث كان الأمير عبد الرحمن بن مساعد قد دعا لهذا الاجتماع إلى جانب الأمير فهد بن خالد والأستاذ خالد البلطان رئيس نادي الشباب واللواء محمد بن داخل الجهني رئيس نادي الاتحاد. الرؤساء الأربعة أيضا تغيب عنهم وكان مفترض أن يكون خامسا عبد العزيز الدوسري رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق لظروف خاصة، وقيل بعد الاجتماع أنه سيطلع هاتفيا أو تم إطلاعه على كافة البنود وأخذ رأيه في كل شيء في هذه المسألة باعتبار أنه واحد من الأعضاء الذين رغبوا في هذا. في اللقطات التي نتابعها لحظات الوصول للرؤساء الأربعة ولحظات الاجتماع التي كانت قد عقدت في مقر نادي الهلال.